أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإيه. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد فروض المرحلة الأولى أو الفرد الأول للدورة الأولى بالنسبة لمستوى الثالث، هنشوفوا نموذج للفرد الأول الدورة الأولى بالنسبة لمادة التربية الإسلامية للمستوى الثالث، نموذج على شكل PDF هتلقوه في الوصف. نبدأ على بركة الله. أول مكون التزكية قرآن كريم. صل وأصل بسهم كل آية بصورتها، إذا نصل كل سهم بالصورة. عندنا صورة النصر، صورة شرح، صورة العصر. وتواصوا، إذا وتواصوا بالحق، إذا كاينة في صورة العصر. إذا فسبح بربك واستغفر، صورة النصر، إنه كان توابا، كذلك صورة النصر. إذا فسبح بحمدك، وهنايا صورة النصر، فسبح بحمد ربك واستغفر، وكذلك إنه كان توابا. هنمشي صورة الشرح، إذا إن مع العسر يسرا. وصورة العصر وتواصوا بالحق. إذا انتقلوا السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني، أضع علامة أمام الجواب الصحيح. إذا نوضع علامة أمام الجواب الصحيح. إذا أول حاجة عندنا أقسم الله على خسران الإنسان، فهل هذا القسم في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، إذا يشمل الجميع، هنا يستثني المؤمنين، يستثني الكفار، إذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا يستثني المؤمنين. إذا جاوبنا على السؤال، انتقلوا السؤال الموالي. إذا بالنسبة للسؤال الموالي، سؤال تزكية عقيدة. أصل بسهم كل عبارة بما يناسبها. إذا بالنسبة عندنا العظيم، أسماء الله الحسنى، الغني، الرزاق. إذا أنا الذي يوجد في كل مكان وزمان، الذي يمد كل كائن بما يحتاجه، الذي لا يحتاج إلى شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. إذا بالنسبة للغني، الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. والرزاق الذي يمد، الله الرزاق الذي يمد كل كائن بما يحتاجه، والعظيم الذي يوجد في كل مكان وزمان. إذا العظيم الذي يوجد في كل مكان وزمان، الغني الذي لا يحتاج إلى شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، الرزاق الذي يمد كل كائن بما يحتاجه. إذا ننتقل إلى مشيو السؤال اقتداء. املأ الفراغ بالكلمات المناسبة. راعي الغنم، بني سعد، طفولتي، حليمة سعدية. إذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم طفولته في قبيلة بني سعد، حيث أرضعت السيدة حليمة السعدية وكان يقوم في صغره برعي الغنم. إذا نكتبوا، إذا هنايا طفولته، إذا في أين؟ في بني، في قبيلة بني سعد. إذا قضى طفولته في قبيلة بني سعد، إذا كان يرعى الغنم وأرضعته حليمة السعدية. إذا حيث أرضعته السيدة حليمة السعدية، حليمة السعدية، إذا وكان يرعى الغنم. إذا حليمة السعدية وكان يقوم في صغره بماذا؟ برعي الغنم. إذا برعي الغنم، نعم. إذا اقرأوا جملة. إذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم طفولته في قبيلة بني سعد، حيث أرضعته السيدة حليمة السعدية وكان يقوم في صغره برعي الغنم. إذا ننتقل دابا السؤال الموالي. إذا بالنسبة للسؤال الموالي، الاستجابة. ورتب عملية الوضوء باستعمال أرقام 1 2 3 4. إذا غنشوفوا باش غنبداو. إذا ترتيب هادو ماشي مراحل الوضوء كاملين، ولكن هاد المراحل اللي عندنا بأربعة رتبهم من 1 إلى 4. إذا غنبداو، عندنا هنايا غسل الوجه، هنا عندنا غسل اليدين، هنا مسح الرأس، وهنا الاستنشاق. إذا عند أول حاجة، إذا هنايا غسل ماذا؟ غسل اليد. إذا غسل اليدين، إذا غسل اليدين، إذا هنا عندنا 1. نمشيو المرحلة الثانية. المرحلة الثانية بعد غسل كاينة المضمضة، وكاين بعدها الاستنشاق والاستنثار. إذا عندنا هنا 2. إذا هنا هذه المرحلة الثانية. نمشيو المرحلة الثالثة. إذا المرحلة الثالثة بعد المضمضة، بعدها غسل الوجه. إذا هنا نكتبو 3. إذا في الصورة الأولى، إذا عندنا هنا 3. إذا غسل ماذا؟ غسل الوجه. بعد هنا عندنا مسح الرأس، هي 4. إذا هنا نكتبو
نوع النوم مسح الرأس، مسح الرأس. إذا مفهوم؟ إذا هنا المراحل هادو بربعة هما اللي خاصكم ترتبوهم. إذا هادو ماشي كاملين مراحل في الوضوء، ولكن هادو اللي عندكم في الصور هما اللي خاصكم ترتبوهم. مزيان، إذا ننتقلوا السؤال الموالي. إذا السؤال القسط والحكمة، اكتب صحيح أو خطأ أمام كل جملة. إذا هنا أتشاجر مع زميلي في القسم، أبر والدي وأطيعهما، أمد الأذى عن الطريق، أتزحم عند ركوبي الحافلة. إذا أتشاجر مع زميلي في القسم خطأ، هذا تصرف غير مسؤول، هذا تصرف خاطئ. إذا نمشي بالنسبة للجملة الثانية، أبر والدي وطاعة الوالدين واجبة، إذا صحيح، إذا صحيح، إذا أبر والدي، إذا صحيح. نمشي الجملة الثالثة، أمط الأذى عن الطريق، إذا إماطة الأذى عن الطريق صدقة وفيها صدقة، إذا هذا تصرف جيد، إذا هنا صحيح. إذا نمشي الجملة الرابعة، أتزاحم عند ركوب الحافلة، إذا خاصني نمشي بشوية بالنظام، إذا هذا تصرف غير لائق، إذا هذا خطأ. إذا كان هذا هو النموذج مع التصحيح. إذا سالينا التصحيح ديال هذا النموذج، نتمنى نكون فدتكم، شكرا وإلى اللقاء.